حبيب الحسين اللي قلت شنو؟ حبيب الحسين استنى للجراحة التخصصية تخصص للعينية والفكية، وفي بداية مشوارنا ستكون كم أيضا غرفة للجراحة النسائية. شكرا لجمعية البنيان المرصوص، ونأمل الاستمرار بالتعاون معهم لكي نفيد أهلنا المهجرين الذين يقدر عددهم بحوالي 30,000، لا مكان ولا مأوى ولا دواء ولا غذاء. فنناشد كل الجمعيات ومنها البنيان المرصوص لمساعدتهم. شكرا جزيلا.